سهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. النهارده الفيديو عن الجزء الثاني من مشتريات شي ان اللي انا وريتها لكم الاسبوع اللي فات. كنت عامله الجزء الاول، اللي ما شافش الجزء الاول هيظهر لكم هنا فوق على الشاشه لو حد حابب يروح يشوفه. المره دي باقي القطع كنت طالبه كذا حاجه كده تنفع لبارتي وير او لمناسبه، معظمهم عجبوني بس مش كلهم. يعني انا هوريكم مشتريات دلوقتي. يا ريت لو انت اول مره تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناه وتدوسي لايك على الفيديو ده، وتسيبي لي اي كومنت تقولي لي انهي قطعه عجبتك في المشتريات اللي انا هوريها لكم دلوقتي. يلا بقى نبدا الفيديو ونشوف اكتر حاجه عجبتني في القطعه اللي انا هوريها لكم دي. انا هوريها لكم بالترتيب، يعني من الاكثر اعجابا للاقل اعجابا. يعني هبتدي معاكم بقى باول قطعه بجد عجبتني قوي، مع ان انا اول ما لبستها ما عجبتني سبحان الله، بس لما ظبطتها كده عجبتني قوي. الفستان ده اهو، الفستان ده انا لقيته بس في البلس سايز، ما لقيتش منه في المقاسات العاديه. يعني هو مثلا 0 اكس لارج انا لقيته في البلس سايز زي ما بقول لكم. الصدر بتاعه بقى دي حركه جديده، مبطنينه، يعني في باد من جوه او اللي هي الحاجات السفنج دي. من تحت بقى في الوصف بتاع الفستان مكتوب ان هو راب دريس او الفستان اللي هو اللف، بس انا لما استلمته لقيته ان هو متخيط من تحت الوسط، يعني هو كله متقفل، مش لف ان انت اللي هتلفيه بنفسك، لا كله متقفل، هو شكله زي الفستان اللف. ومن تحت فيه البطانه بتاعته حلوه جدا، ستان طويله لحد الاخر. الفستان بجد رائع يا جماعه، الديزاين بتاعه شيك قوي بجد، وانت لابسه تحسي ان انت ليدي، عارفه اللي هو حاجه شيك قوي. الكم بتاعه باف من فوق من عند الاكتاف كده في كرمشه، ومن تحت برده في الاساور بتاعته فيها استك، وانا قلت لكم قبل كده انا بحب الديزاين دي قوي. هو طويل جدا، طوله مناسب قوي للناس اللي هي فوق ال 164 سنتي. انا طولي 164 سنتي ولقيت ان هو مناسب ليا، لكن هو بينحف. يعني الفستان اصلا ديزاين بتاعه المفروض ان هو من عند الوسط ضيق مظبوط قوي على الوسط، ومن تحت الوسط نازل كده جالوش او كالوش مش عارفه بيقولوا عليه ايه، بس بجد رائع يا بنات. وانا لابساه حقيقي حسيت ان انا خسيت 10 كيلو مثلا. فانا عشان هو لونه اسود فتحس ان هو فعلا بينحف. بجد من القطع الرائعه اللي انا لقيتها في البلس سايز، وانا بحس دايما الازياء بتاعت البلس سايز مش عارفه ليه بحسها احلى بكتير من المقاسات العاديه. تاني قطعه بقى هوريها لكم، القطعه دي انا حبيتها جدا في الصوره على الموديل، لان هي بتفكرني بالازياء الباكستانيه. ايام كنت عايشه في باكستان كان عندي دريسز زي كده، حلوه جدا. بصوا من هنا عامل ازاي، الاساور بتاعته رائعه، جميل جدا جدا. كمان هو كله مطرز، القماشه كلها مطرزه زي ما انتم شايفين كده. التطريز ده لونه جولد وهو لونه اسود. الخامه بتاعته من عند الاكمام شفافه، وهو تحته بطانه بس من عند الاكمام شفافه. هو الخامه بتاعته عامله زي شيفون على اورجانزا، يعني مش شيفون بس، لان هي شويه ستيف واقفه شويه منفوشه. بجد تحفه تحفه تحفه، رائع، عجبني جدا، وشكله مختلف وشيك قوي قوي قوي. بصوا الديل بتاعه عامل ازاي، جميله جدا بجد. القطعه دي من القطع الراقيه قوي والحلوه، بس مش كل الناس هتحبها، لان هي يعني ايه مش موجوده قوي في الثقافه بتاعتنا كمصريين، مش بنلبس الحاجات اللي شبه كده. بس عجبتني قوي لان هي فعلا شبه الازياء الباكستانيه والهنديه، هما بيلبسوا نفس الازياء دي لما يكون في مناسبه او اي حاجه. تحفه جدا جدا ومطرزه زي ما قلت لكم، بجد قطعه انيقه قوي، وانا حبيت ان هي تكون عندي. انا عندي اصلا حاجات شبهها كتير قوي من ايام جوازي، فحبيت اضمها للحاجات اللي عندي. فبجد قطعه حلوه قوي، لو حد بيحب يلبس يعني حاجه مختلفه او في نفس الوقت شكلها حلو قوي ومحتشم، فالقطعه دي جميله جدا. انا جبت منها مقاس اكس لارج وطلعت مظبوطه قوي وهي واسعه، حلوه جدا جدا، عجبتني قوي. من القطع اللطيفه قوي على شي ان وكمان مختلفه. ثالث قطعه عجبتني جدا جدا الفستان التحفه ده يا جماعه. التفاصيل بتاعته على قد ما هي بسيطه على قد ما هي شيك قوي. يعني شايفين الاكمام بتاعته عامله ازاي اللي هي عند الاساور، شايفين عامله ازاي، بجد حلوه. بليسي من هنا وهو من تحت الوسط كله بليسي زي ما انتم شايفين كده، رائع رائع رائع. الخامه بتاعته زي الشيفون اللي هو الكريب، بس لو هتلبسوه بالنهار هيبقى شفاف نوعا ما، شايفين هو تحس ان هو شفاف شويه من فوق، بس من تحت مش هيكون شفاف لان هو بليسي واسع قوي ففي قماش كتير، فمداري حته ان هو يكون شفاف من تحت. الفستان انا ما لقيتهوش في المقاسات العاديه، لقيته في البلس سايز اهو، بصوا اهو الزيرو اكس لارج انا جبته مقاسي. بجد تحفه، مهما قلت تحفه مش هقدر اوصف لكم هو عجبني قد ايه من شياكته، ومن كتر ما هو بسيط بس في نفس الوقت شكله حلو قوي ومحتشم، خصوصا حركه الاساور دي عجباني قوي قوي بجد، جميل. من الفساتين الحلوه قوي، يعني لو حد حابب يجيب حاجه نوعا ما بسيطه وفي نفس الوقت محتشمه، فبجد ده حلو قوي ومقاسه كان مظبوط جدا عليا. زيرو اكس لارج زي ما قلت لكم طلع حلو قوي.
القطع اللي بعد كده الفستان الحلو ده، الفستان ده من البلاس سايز كالعادة، هو 0X لارج. بصوا خامته عاملة ازاي، بجد انيق جدا جدا. عايزه اقول لكم ان الديزاين دي لما بتتباع في اي محل حقيقي بتبقى غاليه جدا، بس على شيء ما كانش غالي، كان في حدود 150 ريال او 145، مش متذكره قوي، بس هو فوق ال 100 ريال. الخامه بتاعته يا جماعه تحفه تحفه. الخامه اولا مش شفافه ابدا، الخامه اللي هي من فوق من الجزء اللي فوق بيجي فيه ربطين كده من عند الرقبه على اساس ان هو يتلبس زي الفيونكه، يتربط زي الفيونكه. الخامه بتاعته بقى هنا دي اورجانزا، اللي فوق اورجانزا وفيها الورد بتاعه بارز زي ما انتم شايفين. بصوا جمال الورد، شكله شيك جدا وتحفه حقيقي حقيقي. الخامه بتاعته رائعه الجمال، وفعلا شكلها غالي، يعني شكلها حاجه قيمه. ومن تحت برده نفس كله على بعضه كده، الخامه بتاعته اللي هي من فوق هي البطانه بتاعته من تحت، وعليه الخامه بتاعه الاورجانزا. عيبه بقى ايه الفستان ده، ان هو اولا طلع قصير، يعني انا طولي 164 سنتي، هو مش قصير قوي، بس القصر اللي هو مش لطيف، يعني القصر اللي هو مبين البطانه بتاعته قصيره، مبينه حوالي 2 سنتي من الساق، فدي حاجه انا ما حبيتهاش. انتوا هتشوفوا الصوره دلوقتي. فالفستان ده يصلح جدا للبنات اللي هي 160 سنتي، هيبقى حلو عليها، 162 سنتي ماكسيمم يعني، لكن اللي فوق اللي زي 164 سنتي وما فوق يبقى قصير وشكله مش حلو على الكعب، لان هو لازم يتلبس عليه هيلز. كمان الفستان ده هو يليق اكتر على البنات الرفيعين، لان لو حد في وزني انا هيبقى نافش قوي من عند الجناب وهيتخن، هيدي تخن للجسم اكتر زياده عن اللزوم. فبرضه هو حلو للبنات القصيرين والبنات الرفيعين، هيبقى شيك جدا جدا عليهم. او البنات اللي هي بتلبس ميديوم لارج هيبقى حلو عليها، انما اكس لارج لا هيتخن يعني. بس قطعه رائعه لو انت ما عندكيش مانع ابدا ان انت تتخني شويه وانت لابسه، او شكلك يبقى تخين شويه، فالفستان ده بجد تحفه وقيم جدا جدا وحبيته قوي. القطعه اللي بعد كده دي بقى بدله، انا طلبت المره دي بدلتين، هتلاقوا في الاوردر ده بدلتين طلبتها من شي ان. البدله دي انا طلبتها مقاس لارج مش اكس لارج، لان انا حسيت ان هي واسعه قوي على الموديل، فقلت لا خليها لارج احسن. صراحه جميله جدا جدا. هي بتيجي معايا حزام، الحزام بتاعها مش عارفه راح فين، وقع تقريبا في الارض. التوب بقى بتاع البدله، القطع اللي فوق بتاعه البدله دي عجبتني فيها ان هي شكلها مختلف من تحت. بصوا كده من تحت هي فيها كرانيش كده، يعني بتبقى نازله على الجسم واحده، يعني جنب قصير وجنب طويل، ومكرنشه كده، شكلها جميل قوي 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 حقيقي، شكلها تحفه جدا. كمان اللون بتاعها حلو قوي، والخطوط اللي هي بالطول دي على فكره بترفع مش بتتخن، بس جميله جدا، شكلها شيك قوي. الخامه بتاعتها حلوه قوي. مش ده كمان البنطلون بتاعها، بصوا البنطلون بتاعها شيك جدا يا جماعه، وخامته رائعه. الخامه بتاعته تقيله جدا، مش تقيله هي بتحرر، لا اقصد ان هي الخامه بتاعته تقيله مش بتشف اطلاقا، ده غير ان هي ناعمه، شكلها حلو قوي. عارفين زي الخامات اللي بتلاقوها في مانجو وزارا بالظبط، مفيش اي اختلاف. بجد البنطلون بتاعه انيق جدا. انا بحب البناطيل اللي هي الرسميه، اللي هي ما بتكونش ضيقه قوي ولا واسعه قوي، بيكون طولها اللي هو ستريت كده، شكلها حلو جدا، بتدي شياكه واناقه. القطعه بصراحه البدله دي بصراحه تحفه جدا جدا وشكلها حلو قوي، بس انا حبيتها شخصيا من غير حزام. هي بيجي معاها حزام وبيتربط، بس انا شخصيا كزوي انا كيسرى حبيتها من غير حزام، هي حلوه قوي واللون ومقاسها مظبوط جدا. لو انت بتلبسي اكس لارج اعتقد لارج هيناسبك. القطعه اللي بعد كده دي بقى حاجه يا جماعه تحفه، عجبتني بشكل مش ممكن. بصوا معظم القطع اللي انا جبتها من البلس سايز، لان انا بحس ان البلس سايز في ديزاينز ما بتنزلش في المقاسات العاديه، وديزاينز حلوه قوي يعني، حلوه شكلها شيك كده ومش عارفه. المهم القطع دي هي زي كده تونيك طويل او بلوزه طويله. بصوا فيها القماش بتاعها فيها كده قماش زياده، يعني زي لايرز اتنين قطعتين كده فوق البلوزه، وهي البلوزه نفسها من جوه فيها زرايب لحد الاخر، ومن تحت طويله من طويله من ورا وقصيره من قدام. وانا بحب الديزاينز دي جدا جدا، لان هي بتنفع للمحجبات قوي، بس هي عموما طويله من قدام، يعني هي مش قصيره قوي من قدام. الكمام بتاعتها كمان جميله، وفيها رباطين هنا لو بتحبي تديها شكل الكشكشه دي، برضو جميله جدا. كمان شايفين اللون بتاعها عامل ازاي يا جماعه، اللون البينك الكشمير بس بيضوي بذهبي، يعني هي ما ينفعش تخرج بيها بالنهار، هي تنفع لمناسبه مثلا رايحه عشاء اي حاجه بالليل، يعني ما تنفعش تخرج بيها الصبح. انا كنت حابه البسها على بنطلون ابيض، بس انا للاسف مش لاقيه البنطلون الابيض بتاعي فين. بنطلون ابيض رسمي يكون ستريت، ما يكونش ضيق ولا واسع قوي، هتبقى شكلها شيك جدا جدا. انا بس خدت الصوره كده في عجاله لبستها على البنطلون اللي قدامي، انا اصلا ما بخرجش ببناطيل ضيقه يعني. بس شكلها يا جماعه في المجمل تحفه رائع.
رائعه وشيك جدا جدا، تتلبس كده على هيلز على ساندلز على اي حاجه تتخرج بيها بالليل، بجد شكلها رائع وقطع قيمه جدا. بس هي مشكلتها زي ما قلت لكم ما لقيتش منها في المقاسات العاديه، هي لقيت منها بس في الزيرو اكس لارج، مقاس اللي انا خدته في البلس سايز، وطلعت واسعه بصراحه، هي ما طلعتش يعني ايه مظبوطه قوي، بس هي شكلها كان برده كان واسع على الموديل، بس هي واسعه قوي بزياده عليا، بس شكلها تحفه جدا يا جماعه، رائعه بجد، من القطع القيمه جدا جدا. لو انت بتحبي الديزاينز دي بجد لازم تكون عندك في دولابك، شكلها شيك جدا. القطع اللي بعد كده دي عباره عن بيجامه، المهم ان هي بيجامه للبيت، بس حقيقي مش عارفه يعني، بس بجد الديزاين بتاعها رائع. كنت اقول لكم ان هي ينفع يتخرج بيها، بس خامتها بصراحه خامه بيت يعني، بس فعلا الديزاين بتاعها شيك قوي يعني، لو اتعمل من خامه تانية ينفع جدا ان هي تخرج بيها. البيجامه عباره عن اربع قطع، هي بتيجي توب وشورت وبنطلون، وفوق البنطلون حاجه كده زي كارديجان طويل من الجناب وقصير من ورا. البنطلون بتاعها عجبني جدا، بصوا البنطلون بتاعها عامل ازاي، في الفيونكه دي من قدام وهو واسع جدا، وايد ليج بانتس قوي يعني. على فكره الخامه بتاعتها يا جماعه خامه، هي المفروض هي فوسكوز، بس فوسكوز مش الخفيف قوي اللي هو بيتنقر بسرعه، لا انا حاسه الفوسكوز بتاعها تقيل بجد، حلوه قوي قوي قوي. ده بالنسبه للبنطلون، ده التوب بتاعها اللي بيتلبس من فوق اهو، بيبقى كات كده وطويل نوعا ما، مش قصير قوي يعني، طويل مغطي الكمر بتاع البنطلون. كمان الكارديجان بقى القطعة التحفة دي اللي عليها، اللي تحس ان هو فعلا عايز يتخرج بيه يعني. بصوا هو الديزاين بتاعه غريب شوية يعني، هو الديزاين بتاعها عامل كده اللي هو واسع قوي قوي، الكمام بتاعته واقعة وطويلة جدا لحد كده من تحت، تحس ان انتوا فراش، عارفين شكله جميل قوي يا جماعة، بجد شكله تحفة. انا هحط لكم صورة الموديل هنا، انا ملحقتش اتصور بيها بصراحة، بس رائعة بجد تحفة، تحس ان انت شيك قوي وانت لابساها في البيت يعني. وده الشورتس بتاعها اللي بيجي معاها برده في نفس حركة الفيونكة دي، بجد من القطع التحفه قوي يعني حقيقي. انا كل بيجامه اعجبها لازم يعني انصحكم بيها، لان فعلا بيجامات شي ان تحفه واسعارها رائعه رائعه، ده غير ان الكواليتي بتاعتها، انا حاسه الكواليتي بتاعتها حلو. انا لسه ما كنت في مصر، البيجامات دي كانت بتتباع في مصر مش رخيصه ابدا، كانت بتتباع غاليه، وكمان اربع قطع مش قطعتين واحده يعني، فاعتقد ان انتوا لو جبتوها من اي مكان تاني هتبقى اغلى بكتير. فلو انت مثلا بتجهزي او حاجه، بجد البيجامه دي لازم تجيبيها في الجهاز بتاعك، حلوه جدا، اموره قوي قوي ورقيقه جدا جدا. شكلها اللي بعده دي برده بدله، البدله دي ستان. بصوا هي انا اخترتها مقاس مقاس لارج، برده ما اخترتهاش اكس لارج لان هي واضحه للموديل ان هي واسعه قوي. البدله ستان اوكي، يعني فيها لمعه، فانا لما لبستها بصراحه اللمعه دي ضايقتني مش عارفه ليه، مع ان الستان يعني شكله حاجه اليجنت كده، بس مش عارفه ما عجبني، يمكن عشان اللون صارخ شويه. هي دي من الجناب كده فيها الرباطين دول على اساس ان هم يتشدوا كده، بتدي شكل من الجناب ان هي مكرمشه من الجناب. مشكلتها بقى ان هي عايزه حد رفيع يعني، الناس اللي بتلبس لارج اكس لارج هتتخنها كتير، فانا بقول لكم الصراحه اللي انا ايه لاحظته، هي الديزاين بتاعها بيبقى عامل زي كده مكشكش من الجنبين، وهي واسعه جدا جدا وطويله من ورا وطويله من ورا وقصيره من قدام. البنطلون بتاعها برده وايد ليج بانس، واسع مش ضيق. البنطلون حلو والفيتنج بتاعه حلو جدا، وطوله مظبوط يعني، لو انت طويله وما تقلقيش هو طوله مظبوط، بس زي ما قلت لكم ان هو عايز حد رفيع، بتلي اكتر على الناس اللي هي البيتيت يعني، تبقى شكلها حلو قوي عليها. ولونها على فكره جميل جدا جدا، والساتان زي ما قلت لكم هو قيم قوي، فمن القطع الحلوه لو حد بيحب الديزاينز دي اللي هي ستان اوفر سايز، شكلها شيك جدا وانيقه وتنفع جدا جدا. من حاجه طبعا هوريها لكم البنطلون ده، البنطلون ده وايد ليج بانس بيجي بالحزام القطن ده، هو خامته حلوه جدا جدا، بس للاسف ما بيجيش منه غير مقاس لارج، وانا اضطريت ان انا اطلب لارج على اساس ان هو يجي على قدي، بس ما جاش على قدي ابدا. بصوا الخامه بتاعته كتان حلو جدا جدا، وفي جيوب كده بجد شكله تحفه، حتى اوريكم صورته على الموديل شكله جميل جدا. اصلا الديزاين ده انا بحبه جدا، اللي هو الحاجات اللي بتيجي رجلها واسعه قوي وبتبقى مناسبه للمحجبات. هو مشكلته ان زي ما قلت لكم المقاس بتاعه ما بيجيش يعني مريح، لازم تاخدي يا اما مقاسك، او لو بتحبي المنطقه دي في البناطيل تكون واسعه، الافضل ان انت تاخدي مقاس اكبر من مقاسك، بس هو في المجمل تحفه جدا وعجبني قوي 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 بجد يعني، بس للاسف ما جاش على قدي. بس كده يا حلوين، ده كان كل الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وعجبتم بالقطع اللي انا وريتها لكم. لو انتوا حابين تشتروا من شي ان هسيب لكم كود الخصم هنا، كود الخصم هيديكم 15%، هما اتنين كود خصم، واحد لدول الخليج وواحد لمصر وباقي الميدل ايست. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسيش تشتركوا في القناه
ولايك على الفيديو كمان سيبيلي كومنت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.